دلوقتي نحلها. طيب دكتور حماد، دكتور انا عندي نصف دقيقه. الحل، الحل اولا في حلول هندسيه طبعا، لكن انا بقى اطالب بتجديد الرقابه. مين يعني؟ انا مش عايز بس كلام الهيئه العامه للطرق. أيوة. انا عايز مسؤوليات وواجبات. انا بتكلم بحاجه محدده تماما. الطريق الدائري، لو كان كلامنا فقط على الطريق أيوة الدائري. الطريق الدائري يتبع حاليا الهيئه العامه للطرق والكباري، وهي المسؤوله عن اعمال الصيانه واي اعمال هندسيه لرفع كفاءته. كويس. وبتقوم بهذا الدور في الفتره اللي ماضيه، لكن طبعا الحمل ما زال كثيرا ومحتاجين منها جهود اكثر. صحيح. بقى طالب الاداره العامه، وهي بصراحه الموضوع هو وسط كبير. وزاره النقل دي فيها 500 حقيبه. يعني وعندها انشاءات جديده، وهيشوف السكه الحديد ولا هيشوف الطرق. ولا لا، في هيئه، في هيئه مختصه بالطرق والكباري. هي كل مسؤول عن بيتحرك لما الوزير يقول الدكتور تعالى. وفي وزير كويس. خليك معايا دلوقتي، دي مسؤوله عن الانشاء ومسؤوله عن ما اسميه الفريضه الغائبه اللي هي الصيانه. مفيش طريق يتساب بالخمس ست سنين وتتوقع انه هيظل على حالته. ثالثا، ودي اهم شيء وكلنا جربناها لما بنسافر بره، مهما كنا بنتكلم على جوده تصميم وجوده تنفيذ، بدون وجود رقابه مروريه صارمه وتطبيق شديد للقانون متدرج وسحب رخص ومراقبه للرخص القياده المهنيه اللي هي اللي بيسوق العربيات النقل وبيسوق العربيات الاتوبيسات، ورقابه زي احنا زي ما شفنا للتوك توك اللي بيمشي على الطرق السريعه، كل ده مش مسؤوليه الطرق ومش مسؤوليه المصمم. حزم مروري ده لازم يبقى فيه حزم. طيب. في صوره طيب حمله. طيب الوقت بيخلص بس نص دقيقه. انا هكمل على اللي قاله دكتور مجدي. بالاضافه الى الطرق والكلام ده، انا بتكلم عن المحليات. أي. المحليات لها مسؤوليه الرقابه على الاجزاء الداخله في نطاق المحليات. هيئه الطرق والكباري يجب ان تعيد صياغه جميع الطرق وخاصه الطريق الدائري، وعلى السيد محافظ القاهره ان يستعجل شركه المقاولين العرب في انهاء الثلاث انفاق اللي بداوا بقالهم سنه، ويعلنوا في الجرايد للناس بان الحاجات دي هتنتهي يوم كذا. جدول زمني. جدول زمني. واللجنه، بص سياده الرئيس لما يقول كلمه انا بعتبر ان ده قرار جمهوري، يعني مش ضروري الرئيس يمضي قرار جمهوري. طبعا. علشان تتقال. فالرئيس امبارح اعطى قرار جمهوري بان الطريق الدائري والتريلات يجب انها تتحل. فانا يجب على رئيس الوزراء ان يتخذ قرارا بتشكيل لجنه من الثلاث وزراء المسؤولين، النقل والاسكان اللي هو نفذ الطريق قبل كده، والتنميه المحليه، والمحافظين اللي دخل في نطاقهم مسؤوليه هذا الطريق، عشان يحلوا مشكله الموت اليومي. شكرا في هذا جزيلا الطريق. شرفتنا يا دكتور، شرفتنا يا دكتور مجدي. يعني لما يكون عندنا حادثه بحجم الحادثه البشعه اللي حصلت يوم الجمعه، ولما رئيس الجمهوريه نفسه والسياق كان ما فيهوش كلام عن النقل، كنا بنتكلم عن مشروعات خدميه وتنمويه، ويقف الرئيس مبارك ويقول لهم ايه يا جماعه حكايه الحوادث وحكايه الدم اللي بيسال على الاسفلت ده، معناها ان اكبر قامه في الجمهوريه وفي الدوله متيقظه لهذه المشكله. ما ينفعش هو يتيقظ وكلنا نبقى نايمين. وانا بقى مش هضيف كثيرا على كلام ضيوفي الكرام، هم متخصصين، بس انا هاناشد ايضا وزاره الداخليه انها تدفع في اتجاه رفع السن القانونيه لمن يحصل على رخصه القياده من 18 سنه الى 21 سنه. كل الابحاث العلميه وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلوم اللي لسه ما عرفناهاش بتؤكد ان سن الرشد وسن العقل وسن التحكم في الانفعالات يبدا من 20-21 سنه، وهي السن القانونيه اللي الدوله بتقول انا ما اقدرش ادي ولد تحكم في فلوسه قبل ما يتم 21 سنه، فما تحكمش فلوسه واخليه يتحكم في ارواح اللي راكبين معاه العربيه او ارواح الناس. وزاره التربيه والتعليم ايضا تدخل سلوك الطريق داخل مناهجها من الابتدائي. ده مؤكد، ده جزء يعني مهم. يجب ان الطالب يعرف ان في اشاره مرور. صحيح. ويعرف ان في احترام. صحيح. للطريق. مش هنكسب حاجه، مش هنكسب حاجه لما ناخر الثلاث سنين دول، بالعكس هنحافظ على اولادنا وهنقلل عدد العربيات اللي موجوده في شوارعنا، ده يؤدي لسلوك مروريه. ارجو ان يتم الانتباه لهذا الكلام، هذا خطير له علاقه بارواح البشر. بعد الفاصل، منى الشرقاوي وحوار عن الصحافه في مصر.